بغيش نعاود نذكر بالعشرين، فهمتيني ولا لا؟ بغيش نعاود نذكر بالعشرين. ولكن ما خصش يتهان الشعب المغربي، وإلا حنا ما قادرينش هذا الانتصار اللي عطاه لنا الشعب المغربي، ما قادرينش نبلغوه المدى ديالو. معنى ذلك غادي يكون علينا نعتذر له، لأن هذا الشيء ماشي اللعب. نعتذر له ونقول له صوت علينا صحيح، ولكن الظروف الديمقراطية في بلادنا بقية ما نضجاش. إذا ما استجبوش ليا رانا كننتظر، لأنه وقع بيني وبين السي عايز أخنوش والسي العنصر كلام، يعني مؤخرا كننتظر الجواب ديالهم، وكنتمنى باش يكون يسير في اتجاه حل هذه الأزمة هذه. ولهذا يا إخواني أنا خواتي بغي نقول لكم أنه يعني استبصارا لهذا الحدث اللي وقع اللي هو الوفاة ديال السي محمد الوسط الله يرحمه، خصنا نصبروا، خصنا نصمدوا، وخصنا نستمروا في السلوك ديالنا الراشد. حنا ما جيناش باش نديروا الفتنه في بلادنا، والشعارات ديالكم راها رفيعه، خصها تتبناها يعني النقابات كلها. الواجبات بالأمانة والحقوق بالعدالة، ماشي النقابة هي المطالبة بالحقوق فقط، هي قبل المطالبة بالحقوق قيام بالواجب على الوجه الصحيح. وهذا ما عملناه وما قمنا به في الحكومة، الحمد لله. واليوم ما محتاجين بعد توفيق الله حتى لشي حد باش يزكينا، لأن الشعب المغربي اللي هو الحكم في الموضوع ديال الديمقراطية، اللي هو اللي كيصوت صوت علينا. ما محتاجين لا الراديو بلوس ولا الراديو موان ولا الدوزيام لهاد الجي ولا لهاد الجي. انت ولا الشعب المغربي، هل الجميع يعطي القيمة للشعب المغربي أو ليس كذلك؟ ما يمكنش يمشي الملك ديالنا باش يفرج الكروبات ديال بعض الشعوب الإفريقية ونهينوا الشعب المغربي، هذه إهانة للشعب المغربي، هذه إهانة للشعب المغربي لما احترمناش الإرادة ديالو الحقيقية. لا عاوتاني خيبنا الأمل ديالو في التكوين ديال الحكومة ديالو. ولهذا المسار يبدو ما يزال طويلا، ربما تكون المراحل المقبلة صعبة، حنا غنتصرفوا فيها التصرف اللي كيقتضيه المسار اللي مشينا فيه الآن، يعني حوالي 40 سنة، واللي الحمد لله جعل منا فاعلا أساسيا في الوطن ومرجعا، لا في الديمقراطية، لا في الأخلاقيات، لا في المبادئ، لا في الاستقامة، لا في النزاهة، لا في الشفافية، لا في الأمانة. بلا ما نكونوا كندعيوا باللي حنايا كلنا يعني اولياء الله من اعلى الدرجات، ولكن عمومنا يعني ولله الحمد اداؤهم ليس فيه مطعن، او على الاقل ليس فيه مطعن كبير. هذا الامل ديال هذا الوطن ف
في هذا الحزب، في هذا النقابة، في هذا التيار، في هذا المشروع، خصو يستمر. طبعا خصومنا وأعداؤنا الذين عندهم منطق آخر يريدون أن يلهفوا، ليس فقط أن يأكلوا ويشربوا، هؤلاء لا بد أن نصمد في مقاومتهم. والصمود يكون كما قلت لكم بالعمل الجاد، بالجدية، بالاستقامة، وكذلك بقول الحق والصبر على ثمنه مهما كلفنا. ما يمكنش الإنسان يبقى يتصور الإخوان بأنه دائما سيؤثر سلامته على كل شيء، يمكن أن يؤدي الثمن. واحد الوطن اللي عشنا فيه عشرات السنين وبدأت أعمارنا تتجاوز 60 يستحق، وعشنا فيه بخير وعلى خير، وكان لنا فيه يعني الأهل والأولاد وما يسر الله من دون ذلك، إلى اقتضى منا باش نأديو الثمن، باش يبقى الرأس ديال المواطن المغربي مرفوع والكرامة ديالو مضمونة، ماشي عيب. ولله الحمد نداؤنا يعني تجاوز أسوار أحزابنا، حزبنا، وتجاوز أسوار نقابتنا، وتجاوز أسوار حركتنا، وتجاوز أسوار يعني عالمنا، لكي يأخذ به ويعتد به غيرنا. ولكن المسار ما زال طويل، وإن شاء الله الرحمن الرحيم لنا في مرجعيتنا الزاد اللازم الكافي للاستمرار في هذا المسار إلى أن نغادر هذه الأرض. والمهم أن يكون يومنا خير من أمسنا، وأن يكون غدنا خير من يومنا، وأن تكون القافلة قافلة التقدم والاستقامة والعدل والإنصاف تسير في الاتجاه الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.